اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع الافلام. طبعا الحلقه دي من بروفايلز، اكتر حلقه انتوا عايزينها. ايوه يا جماعه، دي فعلا من كل بروفايلز اللي انا عملتهم. سامحوني على المقدمه الطويله اللي انا هقولها شويه. من اول ما عملت البروفايلز بتاعت احمد حلمي وانا عندي اكتر اتنين ممثلين الناس كلهم عايزينهم، هو احمد مكي ويوسف الشريف. والصراحه يا جماعه انا من محبي يوسف الشريف جدا، وما كنتش متخيل ان فعلا ايه ده، هو فعلا الناس كلها عايزه يوسف الشريف لهذه الدرجه. انا يا جماعه بجد من ساعه ما ابتديت من 5 شهور من اول حلقه في رمضان لحد يومنا هذا، مفيش ولا حلقه ما فيهاش كومنتات يوسف الشريف، اعمل يوسف الشريف. وطبعا يا جماعه انتوا كلكم بتوع افلام حبايبنا، انا مش هعرف اذكر كل الاسامي بتوعنا حبايبنا اللي قالوا يوسف الشريف، بس اقل واجب اقول مثلا محمد مهدي، بشير عبد المجيد، وكيرلس عازر، وإيهاب مرزوق، ومحمود زغلولة، ومحمد حنفي، وكريم احمد، وابتسام ابراهيم، وساره كامل. بصوا يا جماعه، كل الناس عايزه يوسف الشريف، واكتر بروفايل الناس عايزاه، وانا انبسطت جدا 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 بالحوار ده. وعشان كده هنعمل الحلقه دي التي طال انتظارها عشان خاطر بتوع افلام وحبيبه يوسف الشريف. فعايزك بقى تظبطني لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، واعمل جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول، وعايزك تشترك على انستغرام بيج او على الفيسبوك بيج. ويلا بينا نخش نعرف مين محمد اسماعيل ناجي. ايه ده، مين محمد اسماعيل ناجي ده؟ تعال نخش في الحلقه ونشوف. يلا بينا. محمد اسماعيل ناجي او الملقب بيوسف الشريف، احنا نعرفه بيوسف الشريف. محمد اسماعيل ناجي اتولد 14/9/1978. يا جماعه الراجل ده بطل، قبل ما يبقى ممثل فهو بطل، ما بيحبش يطلع او يروح في اي حته غير لما يبقى فيها البطل. محمد اسماعيل ناجي يا جماعه لعب كاراتيه في النادي الاهلي، وكان احدى ابطال في النادي الاهلي، وايضا الفولي بول في النادي الاهلي، وكان احدى ناشئين في كرة القدم برضو في النادي الاهلي العظيم مع سيد عبد الحفيظ وامير عبد الحميد واحمد السيد. بس للأسف الاصابة منعته ان هو يطلع في الفريق الاول، ودي كانت حظ سيء كده. بس محدش كان عارف يوسف الشريف مخبي لنا ايه، عنده موهبة تانية اسمها التمثيل. الراجل من بعديها دخل في موضوع الموديلنج، الراجل بسم الله ما شاء الله، يعني الواد مسمسم وامور قوي يا جماعة يعني. وخلينا برضو نبقى صادقين في الموضوع ده شوية. اما عن الجانب الثقافي والتعليمي، فيوسف الشريف متخرج من كلية هندسة جامعة عين شمس، يعني دحيح وكوير وممثل، فانت يعني بسم الله ما شاء الله، الله هو اكبر. الراجل زي ما انا قلت ولد حلو ومسمسم، اتجه بعديها على الموديلنج، وبعد كده اكتشفه شريف صبري، شافه كده من اول مرة، انت بطولة، انت مدرك يا معلم. اول فيلم ليوسف الشريف كان بطولة مطلقة ليه بالكامل في فيلم شريف صبري 7 ورقات كوتشينا معاه الفنانة الكبيرة روبي. بس عايز اقولك على حاجة معلم، بيني وبينك يوسف الشريف اتعرف جدا من بعد الفيلم ده، قول لي ليه. بيني وبينك برضو احب اقولك ان احنا كلنا دخلنا الفيلم ده، انا فاكر الفترة دي لما الفيلم ده نزل، احنا عايزين نشوف روبي عامله ازاي من بعد اغنيه ليه بيداري كده، وانت عارف ليه. فالموضوع ده الصراحه كان عامل مساعده كبيره جدا، احنا داخلين الفيلم ايه ده، مين البطل اللي معاه، ايه ده، ده لذيذ، ده كويس. فيلم ما كانش فيه ابداع تمثيلي ولا كان يعني فيلم اي كلام بيني وبينك يعني، بس كانت نقطه ايجابيه ليوسف الشريف انه اتعرف وبقى معروف للناس. او بالمناسبه يا جماعه، اسم يوسف الشريف ده كان بالاتفاق مع المخرج شريف صبري ومحمد اسماعيل ناجي، ان هما بص بقول لك ايه، انا اسمك في التتر عشان يوسف الشريف، ايه ده بقى، هو كده. واتفقوا من بعديها، هو يوسف يوسف الشريف يا جماعه، هتقول لي محمد اسماعيل ناجي ازاي يعني. سنه 2005 كانت اول اعمال الدراميه ليوسف الشريف مع الفنان الكبير مصطفى شعبان ونيلي كريم في العميل 1001. وفي نفس السنه برضو يوسف الشريف عمل مع نفس الممثلين مصطفى شعبان ونيلي كريم فيلم اسمه فتح عينيك، والفيلم لقى قبول حلو، كان انا فاكر اغنيه فتح عينيك الناس كانت بتسمعها كتير، والفيلم اتدخل وقشطه يعني. الفيلم مش اقوى حاجه في الدنيا، ولا اللي هو في اخر الفيلم كان في صراع ما بين عربيه وطياره يا جماعه، بس يعني ما علينا، الفيلم كان مقبول يعني. وبالنسبه لي يا جماعه الصراحه يوسف الشريف من اكتر الممثلين المحظوظين في جيله. قول لي ليه، هقول لك حاجتين. الحاجه الاولانيه هقولها لك دلوقتي، والحاجه الثانيه هقولها لك في نص الحلقه كده، هنبقى نشوف. اول حاجه ان سنه 2006 يوسف الشريف كان من ضمن سعداء الحظ اللي اشتغلوا ولو مشهد واحد مع الرائع العبقري الراحل
احمد زكي في فيلم حليم، اخر فيلم لاحمد زكي، واللي كان يوسف الشريف قايم بدور احدى معجبينه. يعني هو يكفي انا اطلعت مع احمد زكي يا باشا، دي شهاده اساسا. وفي نفس السنه برضو عمل بطوله مطلقه لوحده تاني بعد فيلم سبع ورقات كوتشينا مع الفنانه نيلي كريم بفيلم اخر الدنيا. والصراحه يا جماعه ما اقدرش احكم على الفيلم ده لان انا الصراحه لغايه دلوقتي ما شفتوش، بس برضو من اللي انا شفته والناس اللي شافوه بيقولوا لك اه فيلم قشطه حلو ومقبول، مش وحش، لا مش هفرق، لا قشطه مقبول. برضو في نفس السنه يوسف الشريف عمل مسلسل تاني مع الفنانه الكبيره منى زكي في مسلسل سندريلا اللي بيحكي قصه حياه سعاد حسني، وهو كان قايم بدور المخرج علي بدرخان جوزها الثالث. نيجي بقى عند تاني حاجة يوسف الشريف محظوظ فيها جدا، تخيل انت بقى اخراج اخر اعمال برضو يوسف شاهين كمخرج، ومعايا خالد يوسف طبعا منشفها معانا انت اليومين دول خالص. وانك انت تمثل قدام العبقري الراحل خالد صالح. يا يوسف يا شريف يا عالمي. واعتقد يا جماعة دور وكيل النيابة اللي كان اسمه شريف كان بداية كده اللي هو بيحفر اسمه في السينما. اداؤه كان حلو جدا، تمثيله كوكيل نيابة اللي هو انت كنت حاسس اللي هو انا عايز الراجل ده في حياتي، عايز وكيل النيابة ده يقف في صفي في حياتي كده. والفيلم كان رائع وفيلم قوي، واحد من اعظم الافلام بجد في تاريخ السينما المصرية فيلم هي فوضى. دي حاجة لوحدها يعني تكفي انك انت بجد حاجة رائعة انك انت تشارك في الفيلم ده. لا ودور بطولة، وكان دويتو رائع ما بينه وما بين الفنانه الكبيره منى شلبي. لا فيلم تقيل يعني. من بعديها بقى يوسف الشريف اللي هو اه لا احنا الولد ده بقى هنشوف بقى هنتابعه بعد كده هيعمل ايه، هنشوف بقى. سنه 2009 عاد للدراما مع زينب في مسلسل اسمه ليالي اللي هو نزل كده، وكان عامل برضو حوار كده فاكرين اللي هو ده بيمثل مين وهي بتمثل ايه والكلام ده. بس ما علينا، برضو المسلسل ما كانش قوي بقوة اللي هو عادي يعني، مسلسل مقبول يعني قشطه. ولحد دلوقتي احنا ما شفناش من يوسف الشريف بطولة درامية، يعني احنا عمالين نشوف اه عمل بطولتين لوحده في فيلم سينما، لكن لغاية دلوقتي ما عملش حاجة في الدراما، محدش عارف هيعمل ايه في الدراما. في نفس السنة دي يوسف الشريف عمل لنا فيلم يعتبر فيلم ملهم جدا بالنسبة للمصريين بالذات، الناس كانت بتشغله كتير جدا في فترة تصفيات كاس العالم بتاعة 2010. الفيلم الوحيد او يعتبر الفيلم الكروي او الفيلم الرياضي المحترم في تاريخ السينما المصرية، يعني فيلم مش اقوى حاجة في الدنيا، ولا اقوى قصة ولا اقوى حاجة، ولا انك اكيد شفت رحلة كفاح واحد قبل كده وشفت الفيلم ده مليون حتة، بس فعلا اول فيلم يعمل لك لقطة لعيب كورة بيبتدي من الصفر لحد ما يوصل لفالنسيا، يعني قال يعني ده بقى اقصى طموحاتنا يا بيه، احنا عندنا اكبر هداف في تاريخ الدوري الانجليزي لاقوى دوري في العالم. نظر. انا فاكر ساعتها والله يا جماعه وانا داخل فيلم العالمي ده كنا انا وصحابي بنتريق اللي هو يا جماعه ازاي يعني واحد يروح فالنسيا ويتصور مع اللعيبه وكده، يعني لا يعني ما تكبروش الموضوع، ما تخلوش الموضوع خيال علمي، لا يا حبيبي بقى اتفرج. ومين فينا بجد ما كانش بيقول كميه الميمز اللي نزلت سنه 2010 بعد تصفيات كاس العالم بتاعت مصر والجزائر، ربنا ما يعودها ايام، كان كل الفيسبوك عباره عن ميمز مصر محتاجه كابتن مالك، كابتن مالك فين، احنا محتاجين كابتن مالك عشان نوصل لكاس العالم، لان ده هو الوحيد كان قبل محمد صلاح الصراحه هو اللي وصلنا كاس العالم، يوسف الشريف. ومن ساعتها كان لقب العالمي يلازم يوسف الشريف، وكان صلاح عبد الله عامل دور كويس جدا ورائع، واروى جوده بجد كان دورها حلو، واخته الفنانه رحمه حسن كان كله اذكروه عاملين دور حلو جدا، ومحمد لطفي طبعا، وطبعا الفنان محمد الشقنقيري من اشهر الجمل في تاريخ السينما المصريه. خلاص انت شطبت عالمي. وسنة 2010 يوسف الشريف اشترك احدى ضيوف الشرف في مسلسل مع هند صبري عايز اتجوز. وقدم يوسف الشريف سنة 2010 برنامج تلفزيوني اسمه العيلة ديكسر، لو انتوا فاكرينه يا جماعة كان حلو كده قشطة، يعني البرنامج ما كانش محقق نجاح غير طبيعي وكل الناس كانت عارفاه والكلام ده، بس قشطة يعني كان مقبول والناس قشطة بتتفرج عليه والعائلات كده كانت بتتفرج عليه من فترة الى اخرى. سنة 2011 بقى حصلت ثورة 25 يناير. هل علينا يوسف الشريف في سنة 2011 بعد الثورة في رمضان، ودي كانت بداية انطلاقة يوسف الشريف في البطولة المطلقة في الدراما الرمضانية، والباقي تاريخ يا معلم.
مسلسل مواطن اكس ده بالذات كان نقلة في تاريخ الدراما المصرية. ايه ده يا احمد، ايه الافوار اللي انت بتقولها دي؟ ليه نقلة وايه بابا ده بقى؟ بص يا معلم، ممكن تبقى بالنسبة لك قصة مش احلى قصة، وممكن ما يبقى المسلسل ده بالنسبة لك مش احلى مسلسل في الدنيا، ممكن يبقى اللي هو ايه ده بقى، ليه الهمبيلة دي؟ بس احب اقول لك يا معلم، المسلسل ده كان بداية انطلاق جيل جديد من بعد صعيدي في الجامعة الامريكية. ايوه فعلا، مين النجوم اللي على الساحة دلوقتي؟ هم النجوم اللي كانوا في مواطن اكس مع يوسف الشريف البطل. خد بالك، عندك يا معلم امير كرارة مثلا، اياد نصار، محمود عبد المغني. اول مره نشوف دينا الشربيني لما كانت شغاله في مكتب المحاماه مع محمود عبد المغني، والدويتو اللي كان لذيذ بينهم. وعندك الفنانه اروى جوده، وطبعا الفنان الكبير عمرو يوسف، والفنان نبيل عيسى. ولو تفتكروا يا جماعه، فكره اساسا انك انت تعمل كامب في راس شيطان كان من بعد مسلسل مواطن اكس. كان اللي عجبنا في يوسف الشريف جدا كاول مسلسل ليه ان هو تحسه واحد مننا، واحد من الشباب بيتكلم بصوتنا، يعني ما تحسوش ممثل اللي انا عايز اعمل مسلسل وخلاص، لا انا عايز اعمل حاجه فن كويس، اقدم رساله كويسه. وطبعا مين ينسى التتر بتاع محمد عدويه بتاع مواطن اكس يا جماعه. من بعد المسلسل ده كل واحد بقى انطلق في حياته، ويوسف الشريف حب انطلق بدماغه لوحده في حتة تانية خالص. انتوا يا ممثلين مصر كلكم في كوم، وانا في حتة تانية لوحدي. وابتدينا بملحمة مسلسل رقم مجهول اللي اتعمل رمضان اللي بعديه سنة 2012، وشفنا تورط واحد في جريمة من اول يوم، واحد بيكلمه وعمال بيهدده، وانت عايز تعرف وحتموت وتعرف من اول حلقة لحد اخر حلقة مين اللي بيكلمه ده. عمل لنا حالة من الالغاز في الدراما الرمضانية او في فترة التلاتين يوم اللي انت بتقضيهم في رمضان فوق الرائعة. اتقل، انا بتكلم عن اول مسلسل يا معلم. ايه بقى اللي سببه يوسف الشريف من بعد رقم مجهول؟ ان الناس بقى، لا بقولك ايه، اكيد السنة الجاية هيعمل حاجة جامدة. لا الولد بيفكر بتفكير حلو جدا. او بالمناسبه يا جماعه، الولد بيفكر تفكير حلو. طب ايه ده يا ابو حميد، مش ده المفروض ننسب له المؤلف؟ احب اقول لك يا معلم ان 90% من مسلسلات يوسف الشريف هي فكرته، وبيقعد بعديها مع السيناريست عمرو سمير عاطف، بيقعدوا كده ايه يكملوا الفكره ويعملوا السيناريو والحوار، لكن الفكره نفسها بتنسب الى يوسف الشريف او زوجته انجي علاء، وهنيجي الموضوع ده قدام. السنه اللي بعديها يوسف الشريف عمل لنا اسم مؤقت، وبتحكي عن رجل اعمال رجع من مصر وهو تقيل بقى ومعاه فلوس وكده، وتعرض لحادثه سببت له فقدان ذاكره، وبيكتشف بقى مع الوقت والاحداث والحوارات هو مين. انا الصراحه يا جماعه بحس ان عيب جدا احرق اي مسلسل ليوسف الشريف لحد ما شافوش، فانا انصحك يا معلم بجد لو بتحب المسلسلات الاجنبيه بتاعت نتفليكس الجميله دي والتويستات والحوارات والحركات، اتفرج على مسلسلات يوسف الشريف مش هتندم. المسلسلات المصريه الوحيده اللي فعلا تقارن بالغرب. انا ما ببالغش يا جماعه، انا فخور اني في بلد مسلسلاتها يوسف الشريف. ما تحطوا يا نتفليكس المسلسلات دي بدل ما احنا حاطين لنا فين قلبي بتاع مصطفى قمر وحاجات غريبه كده يعني الصراحه. المهم ما علينا، نقف عند اسم مؤقت وافتكر الحوار ده. شوف العبقريه يا معلم، فاكر اسم مؤقت؟ نيجي السنه اللي بعديها يوسف الشريف عمل لنا مسلسل الرائع، وكل مسلسل من اللي بعديهم هقول لك رائع عشان ما تقوليش ببالغ وان انا بافور. الصياد 2014، ضابط مخابرات يدعي انه اعمى عشان ينتقم من منظمه اجراميه وراء قتل مراته. شويه حوارات كده يا جماعه مش عايز احرق، خساره ولا عيب عليا. وطبعا كان المخرج برضو للعمل ده كان احمد نادر جلال. بصوا يا جماعه من الاخر برضو عشان اجيبها لكم من الاخر، يوسف الشريف واحمد نادر جلال وعمرو سمير عاطف هم مثلث كده مع بعض، هم بيحبوا يشتغلوا مع بعض وبيطلعوا بجد احلى حاجه. وانا فاكر بعد النجاح الخرافي اللي عمله الصياد، ويوسف الشريف طلع في انترفيو، طلع مع عمرو سمير عاطف والكرو بتاع العمل، وقال ان هو حكى الفكره لعمرو سمير عاطف وقال له ايه رايك في الفكره بقى. بعد ما قعد فتره بقى عمال يكتب ويعمل وحوارات، عمرو سمير عاطف قال له ايه الفكره المقرفه دي، بس بعديها هدي وقعدوا مع بعض وطلعوا الصياد. برغم ان في اتهامات عماله توجه ليوسف الشريف، انت بتسرق من حوارات بره، انت بتسرق مثلا من ذا مانتلست او داكستر. وساعتها يوسف الشريف رد على الناس وقال هي ممكن يا جماعه تبقى نفس توارد الخواطر، بس اكيد مش نفس القصه. وده اللي احب اكده يا جماعه للناس اللي ما شافتش مسلسلات يوسف الشريف، هي ممكن تكون نفس الحبشتكنات، بس اكيد مش نفس القصه ومش نفس القفل اللي بناخده من يوسف الشريف في اليوم ال 30 في رمضان. ونيجي عند 2015 والمسلسل الرائع الرمضاني لعبة إبليس. يوسف الشريف زي ما بقولك في حتة تانية، أفكار جديدة،
حتى اللبس، وده طبعا ينسب ولازم شكر كبير جدا لزوجته المذيعة إنجي علاء. هي ستايلست يا جماعة ومذيعة وكاتبة، وكتبت له أعمال مسلسلات هبقى أقول لكم عليها في الآخر، وهي الستايلست بتاعت الملابس بتاعت كل مسلسلات يوسف الشريف. فشابو ليها الصراحة، غير شابو بتاعت يوسف الشريف. احنا عرفنا كلمة شابو دي بسبب يوسف الشريف، لما واحد رمضان يجي يلا نستعد لشابو يوسف الشريف يوم 30 رمضان. فشابو يوسف الشريف من قبل ما خلص الحلقة اساسا. لعبة ابليس زي ما بقولك فكر مختلف، السحر وحوارات حاجات بقى زي Now You Can See Me وكده، بس برضو بتوستايت وافكار يوسف الشريف. تأكد من يوسف الشريف من حاجة، اخر المسلسل هتاخد قفا على قفاك جامد. بص بقى الاخلاص في العمل، الراجل بيحب يركز ان الحاجة تطلع بيرفكت على قد ما يقدر. راجل سافر اسبانيا عشان يتعلم سحر من ساحر اسباني، وتعلم سحر الكوتشينا من الساحر اندرو عماد. انا عايز اقولك يوسف يا شريف، لو كنت شفت صاحبي ابراهيم شامل كنت هتفكس لاندرو عماد ده الصراحة. هو مش عارفك ابراهيم ولا ايه؟ بس اكتر واحد اتعلم منه السحر هو الساحر اللبناني جينو، والساحر جينو ده طلع في عدة برامج مصرية لو حد شافه يعني. وكان يوسف الشريف بعد النجاح الباهر برضو بيطلع على انترفيو بيتكلم عن لعبة ابليس، وبيقولك ان كل السحر اللي عمله في المسلسل كله اخده وان شوت، ودي كان حوار صعب جدا انك انت تعمل الحوارات دي في مره واحده. وفي حاجات فعلا كانت الناس ساعتها على الفيسبوك اكيد دي ما اخدهاش وان شوت، اكيد دي جرافيكس ولعب وحوارات، بس يوسف الشريف بياكد العكس. وياتي 2016 المسلسل الرائع القيصر. من الاخر كده تخيل انت لما انا اقول لك، انا اسف مش قادر امسك نفسي، هو مسلسل اكشن وفي دم وحوارات وجماعات ارهابيه وكده، بس انت تخيل انت، انا مش بقول لك مش قادر امسك نفسي، لما انت يدمج لك، فاكر اسم مؤقت؟ فاكر لما انا قلت لك اسم مؤقت يا معلم؟ لما انت تاخد في الحلقه ال 30 ان ده الجزء الثاني بتاع مسلسل اسمه مؤقت. قيصر هو الجزء الثاني من اسم مؤقت، الراجل اللي فقد الذاكره والحوارات دي، انت فاهم انا برغي لك في ايه؟ فكره اساسا انك تدمج مسلسلين على بعض لقطه، انا احب جدا الحوارات دي. عارف احساسك بعد ما شفت فيلم سبليت كده يا معلم، اللي هو في اخر حته اللي هو احلف، هو ده نفس احساسك بعد مسلسل القيصر. وكعادة يوسف الشريف كل رمضان يتصدر الترند على تويتر، ويتصدر استطلاع الرأي، ويتفوق على محمد رمضان وعلى الفنان القدير يحيى الفخراني في استطلاعات الرأي. انا مش كداب يا جماعة، اتفرجوا اقروا شوفوا، وشوف بنفسك عدد المشاهدات على مسلسلات يوسف الشريف على اليوتيوب قد ايه. اعلى نسبة مشاهدة مسلسل في رمضان. الناس اللي ما بتتفرجش على يوسف الشريف في رمضان بتتفرج على الفيسبوك كله وهو في رمضان عمال شابو يوسف الشريف. هو يا ترى ايه ده بقى؟ طب ايه ده المسلسل ده؟ هيبقى شكله هيبقى اوحش من اللي قبليه، شكله كده. ما كان يجي عند حلقة 30 والله العظيم المسلسل ده احلى من اللي قبليه. ايه ده؟ ازاي بقى؟ شابو يوسف الشريف، شابو يوسف الشريف. لدرجة ان الناس اللي ما كانتش بتتفرج على يوسف الشريف اساسا اتخنقت من يوسف الشريف. لا ايه يا جماعه، مين شابو يوسف ده؟ هو اسمه ايه؟ شابو يوسف الشريف ولا ايه بالظبط؟ وتاتي 2017 باخر مسلسل لغايه دلوقتي ليوسف الشريف اللي بعد عننا 2018، انا مش عارف ليه، وكان موسم رمضاني وحش الصراحه من غير يوسف الشريف سنه 2017 برائحه كفر دلهاب. يا جماعه المسلسل ده برغم ان طبعا يوسف الشريف كل مسلسلاته حلوه، بس انا بحب المسلسل ده اكتر واحد. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه القصه دي؟ الشخصيات عاملها لك خياليه وعصر تاني وبتاع، بس جايبها لك على المسطره بالواقع. مش عايز تحويل يا جماعه، المسلسل فيه اسقاطات سياسيه قاتله، احترافيه المكياج يا جماعه، الجرافيكس، الديكور، الاكسسوارات، سهر الصايغ يا جماعه. لاول مره يحصل في موسم رمضاني حاله من الخوف، الناس كانت شايفه جرافيكس بجد تقيله محترمه نظيفه. هادي الجيار رائع، يوسف الشريف يا جماعه واداؤه في اخر مشهد ليه، ومقطوعه شابو كالعاده. مصر كلها شيرت الفيديو بتاع كفر دلهاب اخر مشهد ليوسف الشريف اللي كان فيه المفاجاه المفجعه القفل اللي بناخده في الحلقه ال 30 كالعاده، ومشهد تمثيلي اكتر من رائع يثبت لك
انه ممثل مجتهد جدا، بيمثل حلو قوي، ليفل التمثيل بتاعه بجد حلو قوي. انا مش عايز احرق بجد، خساره كفايه حوار اسمه مؤقت ده، بس بجد مش عايز احرق عليكم كفر دلهاب اللي ما شافوش، اتفرج واستمتع. بعديها يوسف الشريف غاب عننا زي ما انا قلت في 2018 وما عملناش مسلسل، بس عمل لنا فيلم نزل في العيد اسمه بني ادم، وده اول فيلم يعود لنا من ساعه فيلم العالمي. وقلنا بقى والناس متحمسه، قال بقى يوسف الشريف اوبا دخل على السينما عايز يقضي على نجوم السينما، بس ده الصراحه ما حصلش. والفيلم طبعا من تاليف عمرو سمير عاطف واخراج احمد نادر جلال. لازم برضو اشيد باحمد نادر جلال يا جماعه في كل اللي بيحصل ده، وعمرو سمير عاطف في كل الملاحم الرمضانيه اللي احنا شفناها دي، الناس دول لازم إشادة بيهم برضو. وشفنا في قصة الفيلم عن آدم اللي حياته مقسومة اتنين، جزء اللي هو اللذيذ مع العيلة، والجزء التاني ان هو مجرم وكان معاه دينا الشربيني واحمد رزق والراحل محمود الجندي. فيلم بني آدم ما حسيناهوش ان هو فيلم، حسيناه مط تلفزيوني. فيلم حلو اه طبعا طبعا، بس مش اقوى حاجه، او مش ده المتوقع من يوسف الشريف في السينما. بس ما علينا يعني يا جماعه، احنا كفايه اللي احنا بنشوفه من المسلسلات دي. واجي اقول لك بقى عن الخبر السعيد بتاع رمضان 2019، ان يوسف الشريف صرح اكيد خلاص، وان هو غالبا الشهر ده ابتدى تصوير مسلسله اللي نازل رمضان الجاي النهايه. وطبعا فكره المسلسل من يوسف الشريف، والسيناريو والحوار مع عمرو سمير عاطف واخراج احمد نادر جلال. اتفرج على يوسف الشريف همعلم هيعمل لك ايه. مبدئيا بدايه القصه كده ان احنا بعد 50 سنة من دلوقتي اساسا، وبيوريك مدى التكنولوجي بتوصلنا لايه وحش، حاجه بلاك ميرور كده جميله. وفي نفس الوقت يوسف الشريف هيعمل انسان آلي مستنسخ منه بالظبط، وهيبتدي الانسان الالي ده اللي هو يوسف الشريف برضو يبتدي يتدخل في حياته، ويحصل صراع ما بينهم. وطبعا في الحلقه 30 هيحصل شابو يوسف الشريف، وطبعا هياخد القفا اللي احنا كلنا بناخده من يوسف الشريف كالعاده. واخر المعلومات اللي اتقالت ان اللي هتشاركوا البطوله النسائيه هي الفنانه لقاء الخميسي. ماشي. او بالمناسبه كده، بما اننا جينا في الاخر، انا قلت لكم هقول لكم الاعمال اللي زوجته المذيعه انجي علاء كتبتها له، وهم لعبة إبليس وكفر دلهاب، وزي ما قلت لك ستايلست بتاعت كل مسلسلات. نيجي بقى عند رسالتي ليوسف الشريف في نهاية الحلقة. عايز أقول لك ثلاث حاجات يا أستاذ محمد إسماعيل ناجي. أول حاجة، أوعى تعمل معانا الغلط وتبعد عننا كموسم رمضاني تاني. فعلا بجد الشباب والناس والجيل الصغير اللي بيطلع، اللي هو كانوا أطفال من 8 سنين أول ما ابتديت أنت في الدراما التلفزيونية، اللي تربوا على مسلسلاتك، بقوا دلوقتي يوسف الشريف حاجة أساسية بالنسبة لهم في رمضان. فعلا انا لما بقابل حد اصغر مني بشويه 3 4 سنين 5 سنين كده، يقول لي انا هو يوسف الشريف ما نزلش ليه السنه اللي فاتت برضو يعني، فهو ليه يا احمد كده؟ ما تعرفش تجيب لنا عنه معلومات؟ معكش رقمه؟ معكش الفيس بتاعه الواتس؟ الوان بيته؟ او بالمناسبه يا جماعه يوسف الشريف ساكن جنبي يعني على فكره فعلا، بس ما حصلليش الشرف اني سلمت عليه الصراحه يعني، مش عشان هو لا، انا لو شفته هسلم عليه، بس انا عارف ان هو ساكن جنبي، بس فين ما اعرفش، مش هقول لك منطقتي ايه. تاني حاجه هقولها لك في رسالتي، عايزين فيلم تقيل. يوسف الشريف لو ركز نفس تركيزه اللي بيعمله في المسلسلات ده على فيلم، اقسم بالله لا تشوف فيلم، هتشوف فيلم اه ننافس بيه اي حد بعون الله. الراجل بجد مثال ان هو لما بركز في حاجه بطلع حاجه الله، وده اللي احنا متعودين عليه منه. فاحنا كجمهور يوسف الشريف مطالبينك بفيلم زي ده، بس في نفس الوقت ما تقوليش بقى انا هعمل فيلم فمش هعمل مسلسل، لا عايزينك تعمل الاثنين. اتفرج على هوجه النجوم الصف الاول يومين دول، وانت نجم صف اول يعني، انت في حته لوحدك في رمضان اساسا. كله ابتدى النظريه الجديده الروعه اللي هتنعنش لنا السينما كده، اعمل لي فيلمين ثلاثة في السنة، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ فدي تاني رسالة اقولها لك. اما تالت رسالة والاهم، عايزين تواصل مع الجمهور. بحس ان يوسف الشريف من الممثلين القلائل جدا ما بيتواصلوش مع الجمهور بتاع، مفيش حاجة، مفيش ستوري كده على انستجرام، مفيش فيديو كده تصبح علينا على الفيسبوك، صباح الفل يا رجالة عاملين ايه؟ مفيش كده، احمد كمال بتاع افلام ده احسن واحد بحبه اتفرج عليه على اليوتيوب، ده انا عملت له فولو اتفرجوا عليه جميل، اعملوا له لايك وشير وسبسكرايب للقناة مثلا يعني.
بس يا معلم هو ده اللي انا اقدر اقوله لك عن الفنان المهذب المحبوب المحترم يوسف الشريف. نقلة تانية، الراجل محبوب، الراجل بيطلع في السينما بيطلع في التلفزيون انت بتبتسم كده اللي هو انت بتبص في الارض من كتر الخجل والادب اللي هو بيتكلم بيه. راجل فعلا حفر اسمه في رمضان بطريقة كده، حاجة زي نور الشريف، يحيى فخراني، يوسف الشريف، حاجة لوحده في منطقة لوحده. الناس كلها بتحبك، ما تغيبش عننا، كلمنا كتير، مسي علينا. بس وهو ده اللي انا اقدر اقوله لك في الحلقة دي. ولو عجبتك الحلقة دي دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة، واعمل جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقة اول باول. وعايزك تشترك على الانستجرام بيج او على الفيسبوك بيج، وحاولوا توصلوا الفيديو ده باي طريقة للفنان الكبير يوسف الشريف او محمد اسماعيل ناجي. وعلى مسا عليكم. جابوا لي مسؤول وليه قلت انا ما رايده.